بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وصفتنا عبارة عن كباب محشو بالسباكيتي، أو يصيحوا له كباب أبو شوارب. وراح أبدي مكونات الصلصة. أحتاج ملعقة طعام من معجون الطماطة. هنا عندي عصير طماطة خلطته بالخلاط، طماطة فريش، وهذه مقدار من ليمون، نصف ليمونة، هذه نصف ليمونة كبيرة، الملح، وشوية من زيت الزيتون أحمس بيها المعجون قليل. بالإضافة إنه هستخدم هاي الجاهزة فليفلة حمراء مطحونة، هاي تكون حارة فما راح أضيف أي نوع من البهارات بالصلصة. ما احتاج هواية تنطبخ لان هي راح تدخل الفرن، مجرد حمست المعجون وهاي فرت الطماطة شوية تغلي على النار. بخصوص الكباب نفسه، اكيد احتاج لحم مفروم شوية بيلية. هذا اللحم اني انتزعه من اشتري كيلوات لحم، اخذ قطع الشرح اعزلها على جهة واثرمها بالماكينة مالت اللحم. يعني المقدار ما متأكدة من عنده، تقريبا يعني أقل من نص كيلو. راح أضيف عليه 3 ملاعق طعام من الطحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أنا عندي بهارات مشكلة، وهذا نصف كوب من المعدنوس، وهذا مجرد حضرته للتزيين حتى ما انساه، والثوم ايضا. يعني الوصفة تتحمل ثوم، بس انا ما راح اضيف ثوم. اللي يحب يخلي ثوم يبرشه او يهرسه. راح اضيف الفلفل الاسود والبهارات حسب الرغبة، وهو اكيد الملح. بسم الله. هذا عندي مغلف الاسباكيتي وحسب عدد افراد الاسرة. هسه راح ابدي اعجن بالكباب. هذا الكباب عجينة طرية ومتماسكة. هسه الخطوة اللي تميز وصفتنا لهذا اليوم، راح ناخذ كمية من اعواد الاسباكيتي نعملها بمثابة الشيش، ونعجن عليها عجينة الكباب تماما مثل شيش الكباب مثل ما راح تلاحظون. إذا نحتاج نبلل إيدنا ونعجنه، لا سميك حيل، نخلي الشيش بالمنتصف، منتصف أعواد الاسباكيتي. وراح أحضر هنا قالب، هذا بايركس، وتحبون صينية الفرن ممكن. هسه راح نكرر العملية وننتبه انه ناخذ نفس المقدار من الاسباكيتي، تصير كلها يعني نفس السمك، وايضا العجينة نحاول مالت الكباب نعملها بنفس السمك حتى تصير متناسبة. بهذا الشكل
راح اخليها وحده بصف الثانيه، ولاحظوا اثنيناتها نفس السمك ونفس المسافه بهذا الشكل. نرتبها ونكمل التبسيط كله. طبعا انا دا اواجه صعوبه بالجفوف، وانتم ايضا اختصر عليكم الفيديو، راح اكمل كل المقدار اللي عندي وارجع لكم. طبعا انا تبقى عندي مقدار من عجينه الكباب، هذا حجم البايركس استوعب عندي هذا المقدار بس، راح اضيف عليه الصلصه واكمل بايركس اخر. بسم الله. طبعا ضروري انه الفرن يكون حار من نشوي كباب. هسه هذا شكله بعد ما استوى، بس هذا مو شكله النهائي، لان راح احول طبق التقديم بسبب انه اي صلصة معجون تنشوي بالفرن تترك اثر على جوانب البايركس ويصير معني ما بيها رونق، فراح اقدمها بطبق افضل. هسه هذا شكله النهائي طبقنا لهذا اليوم، وهنا عزلت صلصة الطماطة اللي تبقت بالبايركس، وراح اشوفكم درجة استواء السباكيتي. لاحظوا بسم الله، راح نرفع قطعة كبابة، هاي الكباب وهاي السباكيتي، لاحظوا شلون مستوية وبنفس الوقت يعني ما ممرودة. هذا الشكل، ألف عافية. وطبقنا لليوم منتهي، حبيت أقدم وياه طبق مقبلات، هذا طبق الطاووس، عملته من البوتية المهروسة مع أقراص البيض المسلوق، وهاي عواد الكراث بالطماطة والزيتون، وانتو شلون تحبون تزينوه. وراح انزل فيديو ان شاء الله شلون عملته. اتمنى الطبق لهذا اليوم عجبكم، وشكرا للمتابعة.